المغرب نرجع لك تواصل الحديث على مباراة ليتوال والاتحاد المونستيري. قلت لي معناها هزيمة مفاجأة، ما تنجمش تكون مفاجأة وقت الاتحاد المونستيري عنده فريق شاب وممتاز وعنده لاعبين فنيين قويين برشا، ما تنجمش تكون مفاجأة وقت عندهم أحسن مدرب في أفريقيا وفي العرب بالنسبة لياني وفي تونس اللي هو فوزي بن زرتي. أما اللي يخليك تتساءل على أنها نخلطوا المشاكل الشخصية أو كمبين في المقابلات الرياضية. اليوم ساعة نحب نتساءل يعني على لجنة التعيينات بتاع الفار سي ياسين حروش، كيفاش تعين لنا أيام الملولشي اللي هو ما عندوش شهادة اختتام تكوين الفار، ومعاه أمير العيادي اللي عمل لنا كارثة في سوسة في 2017 وكلنا نذكر مقابلة الترجي وكيفاش سنيال عبد الرزاق والمشاكل اللي عملها في سوسة، تبعث لنا بالذمة السوسة في الفار. أكثر من هيك تدخل الحكام الزوز هذوما في الحكم الرئيسي واللي كدور السند والهند ما تلقاش مخالفة كما هذيك تستحق ورقة حمراء في حتى بلاد لا متقدمة لا متأخرة، ما ثماش أكثر من هيك الأمور. وعلى مسؤوليتي في السحب هذا، العباد هذه جات في مهمة خاصة، المهمة هي أحداث الفوضى في الملعب لتصفية حسابات مع السيد الوزير. اليوم كنا نعرفوا اللي ملعب سوسة، الملعب سوسة تمت افتتاح الملعب بعد ترخيص استثنائي من السيد الوزير إلى السيد رئيس بلدية سوسة، وبلدية سوسة هي تكفلت معناها بال كنقولوا نحن ضمنت في الإتوال مش تسلم الملعب. اليوم يلزم نخرجوا السيد الوزير وسلطة الإشراف اللي هي غلطة في قرارها. كيفاش يكون هذا؟ يكون هذا بتعيين زوز حكام أينما حلوا حل الجدل، أينما حلوا حلت المشاكل أصحاب المهمات الخاصة اللي هما بعضهم سيد رئيس الجامعة أو رئيس الاجتعينات بالتعليمات، وهذا كل كلام تحمل مسؤوليته هذه. ما عندكش عند مكر، ما عندكش إثباتات صح من الدعيش الناس بالباطل اللي حاجته بحاجة كلام يخصني يعني، وأني بطل تحمل مسؤوليته. اليوم اللي صار دقيقة 30 تخرج ورقة حمراء، تخرج أحسن لاعب في النجم الساحلي ويصر على إخراج اللاعب، يحب الجمهور يتصرف تصرف مش هو، مش نخرجوا سيد الوزير في قراره خاطئ كيفاش افتح الملعب مازال في طور الاشغال. هذا كله يصير من العباد هذوما خاطر ما يهمهمش تونس، ما يهمهمش مصلحه تونس. مكرم مباراه كره ايش دخل الوزير والحكايات والفوضى الصراع الصراع اللي حب يخلق رئيس الجامعه مع السيد الوزير كره. اليوم في تحريف مراسله وزاره الشباب والرياضه للجامعه يحرفوها ويخرجوها في وسائل الاعلام ويعملوا لها بلاتوات ويخرجوا في ثوب الضحيه. كوره هذه رياضه. سالتك على المباراه سامحني سي عدنان عايش خويا، سالتك على المباراه جاوبني على المباراه. هذه جاوب فيك، هذا جزء من المباراه. سيد الوزير بارك الله فيه اعطاه ترخيص استثنائي لبلدية سوسة مش تفتح الملعب. اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم ما يساعدهاش ينجح ملعب سوسة، ما يساعدهاش ينجح قرار سيد الوزير المشكور قاعد يخدم خدمة كبيرة. يلزموا نخلقوا الفوضى في الملعب مش تصير، مش يظهر قرار سيد الوزير خاطئ. اليوم بنحب نشكر جماهير النجم الرياضي الساحلي رغم المظلمة التحكيمية اللي صارت واللي أثرت على المقابلة، خاطر صاحبي أنت صفر صفر وتلعب بحداش وشفت 14 مسير مع فوزي بن زرتي. اليوم دقيقة 30 يخرجك أحسن لاعب ظلما وباطنا. إي وخرج جزء من لاعبين مستير. وقتاش خرجوا في الدقيقة 45 و46 معناها دقيقة 90. أعطيني حقي وخل نخسر هذه. كي لخصوا مكرم، النجم الساحلي تحب تقول يستحق الهزيمة، يستحق الهزيمة ويحتمل كان ينهزم إذا المقابلة مشات من رجله. اليوم أعطيها حقها لتوال وخلي تخسر كورة. ومش أول مرة لتوال مش تخسر مع المستير. ومش أول مرة المستير مش تخسر مع الإتوال، وهذوما دربي الأشقاء، كيما يربحونا نربحوهم، أما اليوم مش تخسر الإتوال بطريقة قذرة، بالطريقة هذيك هذا عيب، عيب
عيب. راهي لتوال عندها زوز اعضاء في البيرو فيدرال يمثلوها، كان السيد امين موكو وحسين جنيح، معناها ميمنيوش عين حروش او وديع جري، قولوا لنا خليه يخرج من البيرو فيدرال، خليه لكم واسع وعريض. مكرم 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 استني تخليك جواب فني على المباراه. لا يا صاحبي جواب فني المباراه يا صاحبي، شنو نحكي لك على المباراه؟ نحكي لك على الجمهور يحبوا يهبط. الكلام هذا الكلام هذا يلزمك وحدك مكرم، يلزمني وانا ننزه الجميع من الاتهامات هذه. انا ننزه، انا المشرف على البرنامج ننزه. نشكر جماهير نجم الهلال الساحلي والقوات الامنيه اللي المجهود الكبير اللي عملوه، ونحب نشكر الجماهير اللي خرجت من غير مشاكل رغم المنظمه التحكيميه وعداو مقابله. ثم بعض المقذوفات لدبابس المدرب، اما في الاخر الجماهير رضات بالخساره واقتنعت ان الجمعيه اليوم ماهيش في احسن حالاتها رغم المظالم التحكيميه، والقوات الامنيه وقفت، معناها وقفت بالكداء مش مقابله، كملت والجماهير روحت. برافو برافو للجماهير، برافو بريكاد روج، برافو القوات الامنيه الكل اللي عندها زوز مقابلات قامت بالواجب واكثر من الواجب. هزيمه امام الاتحاد المنستيري، ادفع